واجهت معركة إسقاط رئاسة هاشم حيدر والاتحاد؟ لا بصراحة لا 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 أو لا ماش معركة والإتيان بالآخرين مش مع جاوبني عم تحكي بالانتخابات؟ أه؟ أنا ما كنت طرف عم بسألك لا شوف اليوم الانتخابات الاتحادي اللي صارت قبل الكل يتهمنا ما هو اتهام يعني انه نحن كنا من الطباخين تبعها او المشاركين فيها ما بنخفي نحن صحيح صحيح اليوم نحن لما رئيس الاتحاد الحالي اجى بده يترشح اجى لعندي على المكتب وقعدنا سوا وطلب مني انه يترشح على نادي النجمه هو بالنهايه ترشح على نادي النجمه لانه رئيس الاتحاد يترشح عن عن النادي بس كان في اتفاق وحوار انا وياه لمده ساعه بوجود امين سر الاتحاد أوكي. للاسف لهلا ما في شيء تنفذ ما في شيء تغير انا بشوف العمل رجع لورا لهلا في كتير لجان ما تشكلت ف بيجوا بيقولوا لك انه انت اليوم انت انتخبته تحمل مسؤوليه لا يا اخي انتوا طب معلش انتوا كشعب انتخبتوا زعماءك ولا تحملوا مسؤوليه صحيح صحيح. انت اليوم لما تنتخب نائب او رئيس او اي شيء انه انت ما فيك تتفاجأ فيه صح. يعني فيك اخر شيء انه ما يعمل اللي انت متوقعه وانا صراحه توقعت لما نحن شاركنا بهذا بتركيبته لهذا الاتحاد بنسبه معينه مش بكله يعني اوكي توقعنا نحن انه عن جد تنفتح صفحه جديده ويتغير الاداء بس انه ما صار بتصير يعني غلطنا شو بدي اقول لك يعني غلط اليوم كان لازم يصير في تغيير بالاتحاد بغير طريقه يمكن الامور كانت مشيت احسن بس ما كان القرار لاسعد سقال اسعد سقال كان واحد من الاشخاص اللي اشتغلوا على رح كمل بهذا الموضوع ولكن عندي سؤال خارج الرياضه شايفوا هذا السؤال قبل ما اطلقه قوله على الهواء رح ياخذ اذنك اذا بقوله على الهواء او لا لا بتمنى لا لا لانه السؤال شوي حرج واساسي لا لا ما في ضروره يعني مش منه صلب كيف اسالك سؤال ما نوصل بحلقتنا يعني ما نوصل بحلقه ما انا بدي انا مش انا مش برنامج رياضي بس للتوضيح يعني بس انا هيدا صلب حلقتنا لا بتمنى هذا السؤال طيب غدرك سعد الحريري وما امل لك دعم ولا امل لك مال كل واحد حط لك يا سعد الحريري بإدارتك خليني جاوبني على هدول الأسئلة ما ساهم معك بالدفع وبعدك بتعتبر انه هو مرجعيتك تمام. بس جاوبني انا بس عندي شو بعد بدك من سعد انا الحريري. انا عندي شو قصتكم انتم سعد الحريري شو قصتنا صراحه مين نحن يعني هل الاعلام وهالعالم اذا انت راضي عنه ما فيك تجي تقول للعالم شو قصتك انا هون مش موضوعنا راضي هو رئيس نادي النجمه ما هو رئيس انه مسؤول عن نادي صاحب نادي النجمه اليوم جاوبتك قبل لم يغدر اوكي ولا بحياته غدر ابدا ولا عندي مشكله معه ولا تحطوني بخانه انه النادي عنده مشكله معه ما في اي مشكله وشو كان شو كمل سؤالك انه شو بدك تسمعني كنت للاخر جاب لي ما بس انت هالكلمه وكل واحد حط لك يا بادارتك ما ساهم معك لا بالدفع ما هو قصده وايضا ما ساهم معك لا بالدفع وبعدك بتعتبر انه هو مرجعيتك سعد الحريري تمام اليوم سعد الحريري ما معه يدفع تمام اذا بتريد هذا كلام ما فيك توجه لي لالي مين قال لك ما معه يدفع شو مين اللي قال لك شو قاعد انت عصبت. مش عصبت شو؟ ما حلو نحكي عن العالم شو قاعد عم تحكي مع العالم معك كشف حسابه بالبنك انت هلا يعني. عم ينحكى انا عم بسال شو؟ انا ما اتهمت سعد الحريري لا لا انا عم بسال اليوم انا لي حق اسال سعد الحريري ما انطلب منه وغير مطلوب منه يدفع بنادي النجمه والاشخاص اللي انحطوا بالاداره انا اللي حطيتهم مش سعد الحريري اللي حطهم انا اللي نقيت هول الاشخاص وهول الاشخاص كل واحد عم يدفع على قد الاتفاق اللي نحن متفقين عليه مش الكل التزم ايه مش الكل ملتزم مش كل الاشخاص اللي انا متفق معهم اليوم ملتزمين في كتير اشخاص بتتبجح وبتعمل حالها هيدا ونحن بنسكت لها بس هي ما عم تعمل شيء مثل مين ما بدي اسمي لا 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 اشخاص هول ما لا تبقى كنت قبل اليوم تطلب منه هلا ما عم تطلب ولا مره طلبت منه ولا مره, ولا مرة. من اب 2017 لليوم نحن كانون تاني 2022 ولا مرة أسعد سأل طلب من سعد الحريري دولار أسعد. لمساعدة نادي النجمة سعيت للوزارة قبل أوكي اليوم عم تسعى للنيابة هل بشكل عليك نبيل بدر عامل استفزازي إلك أو بس أنت بتحب المنصب والظهور بتحب هيدي البروباغندا لم أسعى الى وزاره ولا بوضح لك أوكي. ولم اسعى اصلا ببدايه انا شغلي بالشان العام لم اسعى اصلا لرئيس كلامك مش مزبوط لانه انت كنت جاي وزير والامور كانت منتهيه مزبوط بس مش انا ساعتها لا شو وبدك نحكي انا عندي سؤال انا اليوم انا عندي سؤال حجاوبك اعطيك تفاصيل اوكي لنبلش كانت منتهيه او لا قبل بلا
بلا بس هقول لك شو صار. اليوم لم اسعى اول شيء لرئاسة نادي النجمة، لا ولا مرة طلبتها، ولا مرة كنت بتخيل انا حاعمل رئيس هذا النادي. اوكي انطلبت مني وموضوع الوزارة، وهلا بنحكي بالنيابة، حتى موضوع الوزارة لم اسعى لها، لم اسعى لها، وطرح اسمي. اوكي سئلت، سئلت هل انا مهتم، جاوبت ايه. اوكي ما بخفي انا لاحد باحد الوزارات جلسة. باحد الوزارات اللي كان مفروض تركب من سنتين وشوي لهلا. اوكي وانطرح اسمي وانطرح اسمي جدي، ونعمل سي في، وطلع سي في على القصر الجمهوري و يعني عمل كل البروسيس. اوكي وكانت خالصه، ولكن هيدي الوزاره لم تولد. الحكومه عفوا ما ولدت. اوكي لسبب ما بالبلد ما ولدت هلا الحكومات اللي ما ولدت. أوكي. ورجع اجى حدا تاني. اوكي فانا ما سعيت لها صدقا ولا طلبت من حدا هلا شخص. اوكي عالي يعني بوزيشن تبعه كتير عالي بهالبلد، هو اجى قال لي هيك بدنا نعمل. انا طبعا علي وافق وما وافق انا وافقت. اما اليوم عم تحكيني بموضوع نيابة، انا لم احسم امري بالنيابة بعد. وما اخذت قرار بموضوع رشاح النيابة. اكيد القرار لي انا بقرر. انت بتقرر انت اوريدي عندك بتحب هيدا الشيء. انا انتبه مش انه بحب النيابة، انا بحب اشتغل شأن عام. اخر شيء عم تسالني على نبيل بدر. صحيح. شو كان سؤالك عن نبيل؟ يستفز انه يستفز. ليش نبيل بدر؟ ليه بده يستفزني اليوم؟ في منافسه بينك وبين نبيل بدر. بس نبيل انا ما في يعني انا وياك بدي اقول لك كيف بدي اقول لك اياها، ما حقول لك اصحاب، بس نحن مش اعداء. لا صدقا ما نكون اصحاب، ولو اصحاب بالوجه قدام الكاميرات، بس برا مش اصحاب. بالعكس بالعكس قدام الكاميرات اللي بيشوف ود، بس نحن برا نحن برا ما في يعني برجع لك ما في كره بيناتنا. ما في تنافس، هو شيء وخطه شيء وطموحه شيء وانا شيء تاني. خطه السياسي كمان. لا يعني حتى ايه خطه السياسي يختلف نبيل السياسي. ما بعرف بس يختلف. كيف تعرف انه غير؟ بعرف انه هو غير عني. كيف يعني غير عنك؟ بس جاوبني. ما في يعني بتعرفش الحلو فيك انه بس لا تحكي. ما هيدا الشيء وبدك تهرب عيونك بصيروا يحكوا. نبيل بدر رح احكي عنه بعد شوي بالفقرة الثانية، ولكن خليك بس هلا معي. بدي روح لمحل اخر ورح ارجع بعد شوي لهدول الاسئلة. حضرتك اذا معك مصاري استاذ اسعد، مين مفكر حالك ليكون معك مرافقين ومثل ما شافوك الناس وصلت؟ ليه بده يكون معك؟ من شو؟ مين مهددك؟ اليوم وضع البلد ما منيح. بس اليوم هو مش طول عمرك هيك. انت ما بتحب هدول الحركات. لا اليوم وضع البلد اسعد. اليوم اللي بيقوله ما بجاوب. بس جاوبني، انا بديك تجاوب علي مش لالي. انا بعرف مين اسعد سقال، انا حافظك وبعرفك. بس اليوم اللي بيكرهوك بيقولوا خيي اليوم بدي اقول لك هيدا الابهيات والسيارات. جاوبهم تفضل. اليوم يا تمام ما بتقدر تكون كرئيس نادي النجمة بأرض الملعب. أوكي وبعدد جمهور 15-20 ألف، ما يكون عندك بس أشخاص حواليك بس تقدر تمرق. أوكي كل صراحة لا عم شوف حالي ولا اليوم عم بتبجح أو شيء. هي صدقني كانت ضرورة. أوكي ضرورة لما يكون في ربح للنادي أو أي مباراة للنادي. أسعد أنا معك. أوكي بس هاي هي يعني أنا معك مش حقك. بس أنا واليوم اليوم بتقلي اليوم أنه ما في جمهور. أنا أنت ماشي وضع البلد الأمني متفلت. أوكي ماشي وأنا اليوم أنت شو شوف هذا الصواب يعني إيه بس عالم تاني بتشوفه. بس جاوبني على هذا السؤال. أنت اليوم من يعني اليوم قلت لي لما فوت على النادي وجمهور كتير كبير على الملعب كتير منيح، أنت اليوم خايف من مين؟ يعني جمهور نادي النجمة. مش خوفة انتبه. مش انا عندي خوف انه حدا من الجمهور يعتدي علي. ما خايف من جمهور، ولكن اعوذ بالله. ولكن انا ولكن لقلك شغل لمنه راضي عنك شو بده يعني ازيني؟ ايه؟ لا ما بعتقد المشكلة بيناتنا بتوصل هون يعني. بعتقد هي تباين وجهات نظر. اوكي مش 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 هيك يعني القصة. انه يأذي بقى هادي. بس مش عايد الشعور بتضلك خايف من جمهورك؟ مني برجع بقول لك مني خايف. أنا عم بسألك. من جمهوري لا ابدا مش خايف. انت 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 اليوم رئيس نادي رياضي منك رئيس نادي سياسي. تمام انا في كتير مباريات حضرتها مع جمهوري على المدرج مش بالمنصه. اوكي ايه اوكي حضرتها يعني مش جمهوري. هي شوفت حاله قصة عنطزات هيدول المرافقين. صدقني لا. أوكي. صدقني لا أنا هي برجع بقول لك وانا اليوم مني الوحيد اللي هيك. انت مارشي انت ذكرت نبيل بدر نفس الشيء ذكرت قبل رئيس نادي العهد نفس الشيء يعني بتصور
أسعد قراراتك شوي مهزوزة ومش مدروسة، إيه أو لا؟ ببعض الأحيان عم بسمع مهزوزة لا، إيه؟ بس غير مدروسة، بيغلط أمرار الواحد، بس بمعظم قراراتي مدروسة. ساعد عيداني محنك بول إيه أو لا؟ أكيد صح؟ كنت بحاجة لقلو بهيدي الفترة؟ إيه؟ إيه؟ لو لكن لك أنا شفت ما بكذب، برافو، هذا اللي بدي صراحة. أنا هذا بدي أحكي. أنا ساعد عيداني رغم أنت اللي عم تسألني عنه وعم ترجعني كتير لورا، إيه؟ آه في خلافات كبيرة أنا وياه، بس قلت لي بحاجة لقلو، هلا أنا بحاجة لقلو، هلا بحاجة لقلو، بحاجة لقلو أو لشخص مثله، بس لأنه صارت قراراتك مهزوزة وشوي اليوم نادي النجمة بحاجة لأشخاص، بحاجة لأشخاص محنكين كروياً عندهم خبرة بهالدومين الوسخ، لقلك سوري بهالكلمة، يعني دومين الرياضة، إيه رياضة بلبنان وسخة، فبدأ شخص يكون محنك. اوكي انا اكتسبتها، يلا هلا ارجع اقوله بدها اشخاص، اوكي بقول لك ساعدتين او غير ساعدتين، اشخاص قدام باللعبه بيفهموا على بس انا عندي سؤال واحد قلت عنه زباله او مش جو كره القدم، ايه؟ مجوي انت رئيسه ليش رئيس نادي النجمه؟ انا ما قلت عن انت جو كره القدم، مين بيدير هيدا الجو؟ انت ما انا ما انا هيدا هيدا هي كرة القدم بلبنان، انا كرة القدم بلبنان. اسعد انت منك انا اللي عملته هيدا، انت منك فاسد بالفوتبول اليوم؟ لا اكيد لا، اتحدى شخص يقول اسعد سأل عمل شيء فاسد او غلط باي طريقه ملتويه بكرة القدم. الشيء الوحيد اللي ما في يقولوا عنه قد ايه بينتقدوني، بس ما في يقولوا عنه هالشيء. ماني فاسد، عم بسألك انا ماني فاسد الحمد لله. ليه عم تنزل؟ شخص طيب طيب ومنيح. قبل ما اكمل، قبل ما اروح للبارت الثاني، عندي سؤالين بدك تجاوبني عليهم. تفضل. انت بتدير النادي النجمه من القهوه؟ لا مش مزبوط، عم بسأل سؤال، جاوبني على هيدا السؤال. بقولوا اليوم اسعد سقال بدير النادي من القهوه، شو نادي النجمه يدار من مكاتب مرتبه محترمه، ماشي، منطقة فردا اللي عم يحكوا عنك تاخذ القرار، هي مكاتبة. أوكي. اما الفوتبول اللبناني والتعليب والامور اللي بتصير هو اللي بيندار بالقهاوي، ما بيكون فيها اسعد سقال. هيدي الفوتبول كله بيقرروا مين البطل، والبيع والشراء والتعليب وهالامور، هيدي اللي بتندار بالقهاوي. شايفهم؟ ايه يعني بعرف مين هن. بتعرف مين هن؟ ايه. طب في نسألك سؤال، ما زال نحن بدنا نخلص من هيدا الفساد، ليه ما بنطلع بنقوله على الهواء؟ ما قريبا حتصير. طب قولهم انت، اليوم لما تتهم شخص وما عندك الممسك بايدك، اوكي بيقول لك انت عم تتهمني زور وكذا، أوكي. وفوتك بقصص، بس الممسك قريب صار، ايه ممسك قريب خلص، يعني ضاقت كتير. بعض الجمهور هن زلمة حسميهم اترك تبقى. كمان ايه بسميهم اترك اللعبه كلها. ليه؟ لانه ما اليوم الفساد اللي صاير فيها صار خلص ما له حدود. بتخاف من ردة الفعل بعد ما تسمي؟ عم بسأل، بدي خافش. ليه بدك تروح؟ لأنه ما بقى وصلت لمرحلة تمام، ما بقى شايف حالي بهالجو صراحة. المجوي ما بقى شايف حالي بهذا الجو، وبعتقد هذا شعور كتير ناس صاروا بهذه اللعبة. حلو كتير. وصلت لمستوى كتير متدني، بس هذا بيخوف. هذا الشيء بيخوف، وإذا حتكمل هيك بتصور كل الاشخاص اللي مثلي او بتشبهني عم تحط مصاري بهذا. كم واحد مثلك بيشبهك يوم تقدر تقول؟ ما عم بعطيك اسماء، قل لي كم واحد. ثلاثة. طب شغله كتير حلوه، مين هن؟ يعني بتصور رئيس نادي النجمه، رئيس نادي الانصار، ورئيس نادي العهد. اها بتصور هو ثلاثه. اوكي عم بيحطوا مصاري. تبي مش عم بقول لك في غير رؤساء، يعني في رئيس نادي الساحل، في رئيس نادي البرج، في غير انديه، مش عم بقول لك، بس عم بحكي الارقام الكبيره او الثلاثه التوب 3 خلينا نسميهم. اوكي التوب 3 هو اسعد سقال. لا يا خي كهن هن اثنين وانا الثالث. منيح هيك حتى ما تقول له. بعد جمهورك يا اسعد سقال هن زلمك بتهدد فيهم الناس، شو بتقول؟ عندك شيء يا خي؟ شو بدك فيي تقول لي عندك؟ انا عم بسأل. انت عم تتهمني بشيء؟ شو مره انا روح اسال الاشخاص اللي مرة انا بالعكس، انا بالعكس، يعني شو هدد لو ما بحترم هيدا الشيء؟ بتضرب ولا بشو يعني هدد فيهم؟ في عالم بقولوا زعران وحكينا عنه قبل بمره انا وياك، وجاوبت عليه هيدا الشيء وقلت لي نعم في ناس هيك. برجع بذكرك بالحلقه، بس اليوم انا عم بسالك، بيقولوا بعض جمهورك يا اسعد سقال هن زلمك وبتهدد فيهم الناس، شو بترد؟ لا اكيد اكيد بيختفى صوتك. اكيد عندي اشخاص بالجمهور قراب مني، بس نحن ما بنهدد حدا، وكل جمهورنا خير وبركه مثل ما بيقولوا، ما بنفوت بتهديدات.